ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرضت الفنانة المغربية صباح بن صديق لحادث سير بسيط خلف خسائر مادية حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وأعلنت صباح بن صديق عن نجاتها من حادث سير لم تكشف تفاصيله لمتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع الانستغرام مكتفية بصورة من موقع الحادث. وأرفقت الممثلة التي اشتهرت بمشاركتها في مداولة الصورة بتعليق كتبت فيه: قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. وحرص عدد من متابعي الفنانة صباح بن صديق على الإطمئنان عنها من خلال التعليقات والمنشورات عبر صفحات أخبار المشاهير بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.